أجرى وزير الخارجية التركي فريدون أوغلو مباحثات مع رئيس حكومة كردستان العراق مسعود بارزاني، تناولت تعاون الجانبين في مكافحة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني. وكان المسؤول التركي قد وصل أمس إلى مدينة أربيل بكردستان العراق في زيارة رسمية هي الأولى منذ فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التركية بأغلبية كبيرة. يذكر أن رئاسة الأركان التركية أعلنت أن سلاح الجو دمر 16 موقعا لتنظيم حزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي تركيا وشمالي العراق.